إذا موسعة نطاق ضرباتها في الجولة الرابعة من الاستهدافات، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن. استهدفت صواريخ كانت معدة للإطلاق بهدف إرباك حرية الملاحة في البحر الأحمر. ونفذت الغارات في 5 محافظات، منها محافظة صعدة التي تعد معقلا رئيسا للحوثيين في اليمن. وتأتي الغارات هذه المرة عقب إعادة تصنيف واشنطن للحوثيين في قوائم الإرهاب، وأيضا ردا على محاولة حوثية لاستهداف السفينة في البحر الأحمر بعد هذا القرار. هذا وتوعد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وولبرغ في حديث لسكاي نيوز عربية، توعد أن جميع الأدوات متاحة للتعامل مع تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية. الولايات المتحدة بتنسيق مع حلفائنا سنستعمل كل الأدوات المتاحة للضغط على الحوثيين وجماعة الحوثي لوقف هذه الهجمات غير القانونية غير المشروعة غير المبررة ضد السفن والتجارة العالمية وحقوق الملاحة وحرية الملاحة. ولذلك رأينا في هذه ال 24 ساعة بعض الأدوات، منها فرض أو تصنيف جماعة الهوثي في لائحة الإرهابيين الدوليين الخاص، هذا التصنيف الأخير. وفي نفس الوقت رأينا هذه الضربات ضد الأماكن التي تستعملها جماعة الهوثي. وللمزيد من المتابعة مع مراسلينا من عدن جنوبي اليمن مراسلنا ياسين الرضوان، ومن واشنطن مراسلنا جو ثابت. أهلا بكما، دعني أبدأ معك ياسين عن متابعة هذه الأجواء، هذه الضربات، أبرز ردود الفعل المسجلة كذلك. لا أدري إن كان ياسين يسمعني، على ما يبدو أن هناك مشاكل في الصوت المصدر، وهنا سأبدأ معك عند تطورات الموقف وأبرز أيضا ردود الفعل والتعقيبات الأمريكية بعد القرار بالأمس وأيضا الضربات اللي أعقبتها. جو، طبعا الجولة الرابعة تؤشر على أن الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحوثيين هي ليست مسألة حرب مدتها أيام قليلة، لبل الضربة الجولة الرابعة من عمليات القصف والتي تم استخدام فيها صواريخ توماهوك تؤشر إلى أن المعركة مع الحوثيين ما زالت في بداياتها، وهي مرشحة لأن تتسع، خصوصا على ضوء التطورات التي حصلت في الساعات الماضية. على سبيل المثال إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية، وأيضا المعلومات المتوفرة بأن الحوثيين يعدون صواريخ لاستهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. إذن يبدو من الجولة الرابعة بأن الأمور ذاهبة بين واشنطن والحوثيين إلى مراحل متقدمة من القتال ومن عمليات القصف. طبعا المناطق التي جرى قصفها هي مناطق وفقا للبنتاغون تضم أنفاقا داخل الجبال في داخلها صواريخ باليستية متطورة، لذلك كان تم تدميرها كما يقول البنتاغون في الساعات الماضية، وهي وبحسب ما أعلنه قائد القيادة الوسطى الأمريكية إريك كوريلا بأن قدرات الحوثيين على إطلاق الصواريخ قد انخفضت تضاءلت، لكن ذلك لا يعني بأن المعركة ضدهم قد انتهت. نعم جو، ودعني هنا أعود لو سمحت لمرة أخرى لياسين لنرصد ونتابع ربما هذه التطورات أيضا من الجانب اليمني. معك ياسين. نعم إيمان، دعينا في البداية نبدأ بحديث زعيم جماعة الحوثيين الذي يمشي في هذه الأثناء، والذي تحدث على قرار تصنيفهم بأنهم جماعة إرهابية عالمية بأنه قرار مضحك، وقال أيضا أنهم يستبشرون ويبشر أيضا الشعب اليمني على حد تعبيره بأن لديهم أسلحة جديدة ستدخل أرض المعركة، وهذا أيضا يؤيد ما قالته في وقت سابق القيادات الحوثية، وقال أن الهدف الأخير أو الاستهداف الأخير للسفينة الأمريكية في خليج عدن
تم عبر هذا السلاح الجديد، وأن هنالك لديهم قدرات جديدة ومديات جديدة، وأنهم مستمرون بعملياتهم سواء بالعمليات في استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في عرض البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، أو قصف الاحتلال الإسرائيلي حد وصفه. وتحدث بأشياء كثيرة، قال أنه يحق لهم أن يدافعوا أكثر مما يحق لأمريكا القادمة من خلف البحار أن تدافع على إسرائيل، وهي في الأخير دولة محتلة حسب تعبيره. وأيضا تحدث على أنه لهم الفخر أن يقفوا مع هذا الشعب المظلوم الذي له 8 عقود من الظلم دون أن تتحرك أي دولة لإسناده، وأيضا سخر من الدول العربية بأن دورها ضعيف، ولا يقل عن التعاطف الإعلامي فقط. وأيضا هذا الحديث أيضا بدوره قلل أيضا من الضربات التي حدثت والتي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع بريطانيا، وقال أن هذه لم تمس قدراتهم على أرض الواقع، وأن العمليات سوف تشهد تصاعدا، وأن الانتقام أيضا سوف يكون قويا إيمان. بينما استمرت هذه الضربات، وأعلنت القيادة الأمريكية عن تدمير 14 صاروخا باليستيا، واستهدفت 5 محافظات تقع فيها مقدرات الحوثيين. وهناك حديث أيضا من الدفاع الأمريكي على أنها شلت ما يقارب 14 أو ربع قدرات الحوثيين على الهجومية إيمان. شكرا جزيلا لك إذن ياسين الرضوان مراسلنا من عدن، وأشكر أيضا مراسلنا من واشنطن جو تابت.